عارفين ايه يعني انكم حبيتوا؟ اسمعني واسمعيني، الحب حبي ده مش حكاية تتروى ولا حاجة تتشرى ولا واحدة تحبي واحد وهو يحبها. الحب شيء اسمى من كده، عايزين تعيشوا حياة مميزة في حاجة اسمها حب ربنا، جربوها وادعولي بالهنا. ليه تختار السكة العصاب؟ ليه تختار السكة العصاب؟ جربت تحب، حبيت كم واحدة، حسيت ان انت بدأت تفكر وتكون اهدى. ولا تعزيت، جربت تحب، حبيت كم واحدة، حسيت ان انت بدأت تفكر وتكون اهدى. ولا تعزيت، انا اقولك انت تعبت كتير وفضلت في وهم وكنت اسير علشان ما قبلتش حب كبير فقوله تحس بمعنى الحب. انا اقولك انت تعبت كتير وفضلت في وهم علشان ما قبلتش حب كبير فوجوده تحس معنى الحب. جربت تعيش أجمل إحساس في الدنيا دي واللي لا يمكن تنسى ولا يوم ويكون عادي. ما تفكرش ان الدنيا بحالها اتخانت ليك، ما تكونش اناني اللحظة، فكر في اللي عليك، فكر في اللي عليك. ما تفكرش ان الدنيا بحالها اتخانت ليك، ما تكونش اناني اللحظة، فكر في اللي عليك، فكر في اللي عليك. صعب ليه تختار السكة الأصعب؟ ليه تختار السكة الأصعب؟ جرب.